هي الاغاني دي كلها بتوديك في حته تانية خالص. ان شاء الله باذن الله بقى يعني ايه بكره كده ربنا يكرمنا. معايا طبعا اتنين من نجوم مصر في الكوره وواحد من يعني اساطير مصر في النقد، بتشرف دايما بوجوده معايا استاذ حسن، مشرفني منورني. اهلا بيك يا سيف، الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ انا سعيد طبعا ان انا مع الكباتن، وحشني. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك، انا معاك اهو. يعني حضرتك سعيد بيهم وحزين ان حضرتك معايا؟ انا عادي ان انا ابقى سعيد بيك. لا يا كابتن ربنا مع بعض كل اسبوع تقريبا. لا يا كابتن ده فوق دماغي. انا بقالي مده ما يعني من الحصاد، من ايام الحصاد انا ووليد كنا. انا قلت بس افك القصه يا كابتن حسن عشان لقيت المكنه قفشت معايا، فقلت ايه يعني دماغ حضرتك راحت في لحظات بعيده. بص، كل ما الاغاني اللي انت كنت بتتكلم عليها وبتدخل عليها بتودينا في مكان. تودينا في مكان. طبعا انا كل ما بسمعها يعني بفتكر 2006 والجو اللي كنا فيه، وافتكر طبعا الانتصارات اللي اتعملت 2008 و2010. ربنا. والماتشات اللي اتعملت في كاس القارات. ربنا يرجعها يا رب. ربنا يرجعها. دايما الواحد بيروح للحظات الحلوه الجميله دي يعني. يا رب. وببقى بتمنى انها ترجع ان شاء الله باذن الله. كابتن اسماعيل، تشرف بوجود حضرتك. ربنا يخليك يا سيف، سعيد بوجودي معاك ومع استاذ حسن وكابتن وليد طبعا. الف مبروك العوده لبيتك مكان طبيعي. ربنا يخليك يا رب، تكون عوده خير ان شاء الله باذن الله. يا رب التوفيق ان شاء الله باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. قبل ما اروح للكابتن وليد، عايز كل الاسرار والكواليس كده تجهزها عشان مش تاخد مني حاجه. مش هنضيع الحلقه بقى على الفاضي يعني، اي مصلحه بس بحيث ان احنا طلعنا بيها في النص كده يعني. كابتن وليد شرفنا ومنورنا حبيبي. كابتن سيف اخبار حضرتك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كله كويس؟ ومتالق دايما. ربنا يخليك كابتن حبيبي. يعني ان شاء الله باذن الله الدعم والمسانده اللي انت تبنيتهم طبعا، والكابتن شوبير وكل الكباتن ان شاء الله باذن الله بكره يتوج منتخب مصر ان شاء الله يا رب. انت عارف يا استاذ حسن مشكلتي في الشغلانه دي ايه؟ افضل معاشر الناس كده كابتن، اخوات كده وترابيزه واحده وناكل مع بعض واستوديوهات، يروحوا بقى يشتغلوا في حتت مثلا مدير كوره، مدير فني، مش عارف ايه، تلاقي حضرتك التيم ما نعرفكش. وانا اسف معلش وبتاع، وخلينا نتكلم في الامور العائليه فاهم قصدي، وبلاش الحديث في الكوره وكده. بس حضرتك يرجعوا بقى تاني ها، يبتدي يحكي لك الفضفضه مكان في وقتها. هعمل بيها هنا دلوقتي يعني، جاي تفضفض دلوقتي انا هعمل ايه؟ مش هيفضفض ده الكلام ده لمين؟ عايز اقول لك حاجه والله العظيم، والله العظيم اي حد، احنا شله كبيره يعني في الرياضه واصحابنا كتير، اي واحد بيروح يشتغل في حته عارف حضرتك اللي هو راح اعاره لحد ما يخلص ويرجع ولا حديث في ولا حاجه طبعا. لان انا بحترم جدا الحته دي الحقيقه طبعا. يعني بحترم جدا ان انت في مكان حضا عليه وسيبنا بقى نتوقع ونجتهد ونتحدى. ما هيش هيقدر يقول لك حاجه لحد ما ترجع بالسلامه يعني. طبعا مش فاهم يا استاذ حسن يعني. استاذ حسن على السلامه. قبل الهوا ودتنا وجبتنا يعني الترابيزه ما بين متفائل ومتفائل. احساسك وشعورك ايه؟ لا بص، انا بالفرص متفائل. احنا عندنا كذا فرصه يعني، بالحسابات يعني عندك فرصه انك تتعادل باي نتيجه، عندك فرصه انك انت لا قدر الله لو اتغلبت 1-0 تروح لضربات الجزاء ويبقى عندك 50-50، عندك فرصه انك انت لو اتغلبت لا قدر الله 2-1 يبقى انت اللي هتروح كاس العالم. يعني مش دي كلها فرص يعني لازم نبقى حاسين بالفرص دي يعني. طبعا انا عارف الجمهور والناس عايزه نلعب هناك، نلعب كوره ونلعب باداء ونطلع ونهاجم ونجيب اجوان. احنا بنلعب مع فرقه قويه جدا. انا بس كل اللي اتمناه ان احنا نعمل كوره شديده الذكاء وتكتيكيا فيها تريكات توصلنا ان احنا نبقى يعني مصدر خطر في بعض الفترات من المباراه. كويس. وعلى فكره الكوره كل النتائج ممكن تبقى فيها ورده يعني. صح. الكلام اللي حضرتك طالبه ده عند كيروش يا كابتن اسماعيل؟ عند كيروش. انا معجب جدا بالمؤتمر الصحفي، البرومو اللي انت قدمته، راجل واثق في فرقته وادى دفعه معنويه كبيره جدا للفرقه. ده انا طالع بحته امبارح قلب العالم. الناس اخذها في السنغال. بص كل الناس فكرت في الماتش وانا رحت للحلاق. الله يفتح عليك. عشان كده انا بعزك في الاستوديو. انا طبعا اوعكم مشتاش يا استاذ حسن. للاسف قول لي بس. انا نزلت بصوره امبارح لكيروش وهو بيحلق. هو نزلها كويس، وقلت ان كيروش بيبعت رساله كويس للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخب. اهو اهي يا كابتن حسن. بص ايوه ان انا بحضر نفسي عشان عندي احتفال. بس انت كنت لازم تقطب احتفاليه بكره.
ان شاء الله. لازم كنت تقتبس جمله من فيلم الفرعون المصري جاز احتفال. عيب عليك. انت بتخش على المواقع ترى الافيهات. الصوره يا سيف، الصوره مع الحديث الصحفي اللي عمله النهارده يدي ثقه كبيره جدا للاعيبه منتخب مصر، وده في نفس الوقت حق منتخب السنغال ان هو بيعترف ان هي فرقه كبيره وفرقه محترمه. طبعا طبعا. انما منتخب مصر منتخب كبير ومنتخب محترم ويستطيع ان هو يوصل لكاس العالم. انت المؤتمرات الصحفيه يا كابتن ما بين ما ايه، انت تبعت رساله وتنيمهم، تبعت رساله الاثنين كده. هو شاطر جدا في لا وقال السي كده دلوقتي بقى عندي مهمه صعبه جدا وليست مستحيله. جاهزين بكره بس مهمه صعبه. لا عايز 5% اشتغل بيه يعني. لا هو راجل عارف هو بيعمل ايه، وبيدي رسائل من بين السطور للاعيبته ولينا وللجمهور ان هو واثق ان الفرقه دي ان شاء الله فرقه منتخب مصر هتعمل حاجه كويسه جدا توصل كاس عالم. ده ما يخص الامور الفنيه داخل الملعب. بره الملعب بقى عارف بيقول لك دايما ايه، توقف الطرف اليمين وتجري الشمال. الراجل وقف وجرى شوقي. ايوه صح. بص العامل النفسي مهم جدا جدا. البرتغاليين كمان بيقروا كتير، بيقروا كتب كتير، بيقروا في علم النفس. انا بربط بين مستر كارلوس كيروش وبين مستر مانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان حريف رسائل. هو الراجل عايز يدي رساله اولا لمنتخبه، للعيبته. بصوا انا بعمل ايه، انا بستعد للاحتفال. يعني انت العب وانت مش خايف، العب وانت رايح توصل بلدك لكاس العالم. اوعى تخاف، ما تحطش ضغط عليك. انا كمدير فني اللي شايل. مستر مانويل جوزيه كان بيعمل كده باشكال مختلفه. مستر مانويل جوزيه ساعه الصفاقسي دخلهم الاوضه. انا كانوا كسبانين هنا اما المباراه انتهت 1-1. فموقف غريب جدا يعني، كل اللعيبه زعلانه، راح خابط الاوضه وداخل على وهم يعني بعث تونس. قالوا انتوا فرحانين ليه؟ انتوا بتضحكوا ليه وبتهيصوا ليه؟ انا اروح انا اكسبكم هناك. فكله رأى، كلهم استغربوا يعني المدير الفني وراح قافل الباب. هو فكره اللعب بال لا بوكباتن، دي مش فكره. اتفضل. لا دي مش فكره دي. بص انت عايز تبيع بيعه مش جاي. ده موقف يعني هو الكابتن جوزيه طلع فيه عن اعصابه. لا ماشي قاصد. هو ما بيطلعش عن اعصابه على فكره. إيه والله هو والله ما بيطلع على فكره. احضرنا يا استاذ حسن على فكره. هو بيخش للفريق منافس اعمل مناوره. هو بيعمل صعب طبعا. هو بيعمل مواقف بيهز نفسيه، بيهز بيها الطرف الاخر. معلش هو مفيش مواقف يا كابتن، انت بيربطك سيستم يعني. انت تتحرك في اطار زي ما انت. لا بس هو زي ما وليد بيقول، انا شفت مانويل جوزيه. أيوة كتير وقعدت معاه كتير ويعني لها مواقف فعلا ما يعملهاش الا مانويل جوزيه. بس مش دي. لا مش دي، سيبك من دي. حاجات كتير يعني. انت مش لسه بتقول دي صعبه شويه. مستر كيروش الرسائل لا مستر كيروش صدر شوقي. هو مستر مانويل جوزيه لما كان بيعترض ويروح قالع الجاكيت ومش عارف ومتعصب على الحكم، هو من جواه هادي جدا. لكن هو بيعمل رساله زي بقى اللي حضرتك بتقوله، ان مستر كيروش عمل ايه، مش عايز. وانت قلتها خلاص يعني، انت شرحتها كمان بشكل مظبوط 100%، ان انا عندي مباراه مهمه جدا في السنغال، مش عايز انا اتوقف. انا واخد الحكام واخدين من بطولة العرب ومن كاس الامم ان مستر كيروش ده بتاع مشاكل وبياخد انذارات وبياخد طرد وبيتهجم على الحكام. فبالتالي هو عايز يركز بنسبة 100% جوه الجيم التسعين دقيقة، فعايز يصدر حد تاني. فصدر محمد شوقي يعني. خلاص انت شرحتها بشكل مظبوط. بس هي الفكرة لاحظت انا اغلب البرتغاليين كمان الناس الكبار يا كابتن اسماعيل اللي هو سنهم كبير، تحس انه قاري كتير. في موقف حاضرني بس خلص انت على فريرة برضو، واحنا بنلعب النجم الساحلي سيف هناك، والنتيجه كانت كبيره جدا 5-1. وهو تاني يوم التمرين في القاهره لما وصلنا راح عامل 4-0 في كل الاوضه، في كل حته بيتحرك فيها اللعيبه في الاوتيل. يعني هو الرسائل، هم عندهم شخصيه قويه جدا، بيقدروا يوصلوا ليهم تاثير نفسي على لعبتهم من خلال رسائل. وفعلا الماتش ده احنا كسبناه 3-0. كان طرد علي جبر صح. في اول دقيقتين ولعبنا 10 لمده 90 دقيقه. فالرسائل دي بتوصل. شايل هم ايه بكره يا استاذ حسن فنيا؟ لا ان احنا يعني بص يعني الكلام اللي هنقوله كل اللعيبه والمدرب كل الناس عارفاه. ما ينفعش تدافع من على ال 18، لازم تطلع من بدري تقابل من بدري. لا يعني اذا كنت هتدافع حتى شويه
اطلع قدام شويه، اطلع قدام، اطلع لنص الملعب، استقبل، اضغط بقوه على كل لعيب يستلم في الملعب بتاعك. مش هطلب نعمل ضغط عالي، واذا عملناه هنعمله دقيقتين ولا حاجه وهنرجع تاني. مش هنقدر نستمر ضغط عالي ربع ساعه حتى، يعني ما نقدرش، صعب جدا. ربع ساعه متفرقه. انت حضرتك عايز تقول ما تشغليش 90 دقيقه بتهاجم من على الخط؟ ما ينفعش ابدا ترجع لورا تقف على 18 ده اول غلطه يعني، وتخلي الفرقه الثانيه السنغال تضغط عليك. ده نمره واحد. نمره اتنين، ما فيش حاجه اسمها كرات عرضيه. يعني انت عارف ان الارقام كلها من المباراه الاولى ما فيش فرق حتى في التسديدات. وانا الواحد من انفعاله في الماتش ما خدش باله ان الارقام كلها تقريبا واحده، يعني هم شطوا مثلا 10 واحنا شطنا 9، لكن الفرق في الكرات العرضيه هم 23 واحنا 8 حاجه زي كده. 8. انت حضرتك عايز تقول بكره لازم هم 28 واحنا 13. لازم بكره ما تديش فرصه ان هو يفوت من على الطرف، لازم تقفل الطرف وما يعملش كرات عرضيه. لا يعني هو بيعتمد على هو ده واحد من اسلحته. ومن الاسلحه الثانيه الدريبلينج اللي بيعمله ساديو ماني وغيره كمان من على ال 18، يدخل يا اما ياخد بنالتي يا اما يجيب جون. كل الناس، السؤال اللي كل الناس بتفكر فيه دايما، اي تغيير في اي خط لو لاعب بيعمل قلق، الا الخط الدفاعي. الخط الدفاعي دايما يقول اي مدرب ثبته طبعا، ثبت دفاعاتك. بكره كيروش مطالب ان هو يدفع باثنين قلب دفاع جداد، مش اتنين يعني. ياسر لعب اخر مباراه يعتبر جديد يعني، وحد تاني جنبه حل من الاثنين، يا ايمن اشرف يا محمود علاء. يعني انا شايف فكره علي ان هو يجي من بره خالص علشان الكور العرضيه ويطلع يلعب بدماغه، دي مشكله. المشكله اللي هتقابلنا بكره بناء الهجمه بالنسبه لكوليبالي. يعني كوليبالي لازم يتضغط عليه. كوليبالي عنده لعيب كبير وبيلعب بدماغه كويس جدا، وكل الصراعات الهوائيه بتاعته وهو بيبدا الهجمه كويس. انت بتفضل محمود علاء ولا ايمن؟ محمود، لان محمود برضه بيلعب بدماغه وممكن يبدا هجمه. لكن على عكس فرقه السنغال، ان لازم يتضغط على كوليبالي، لازم، لان هم بيلعبوا الاطراف اللي اذا كان بونصار او اليوسيس الطرفين والثلاثه الفراوده بيخشوا لجوه الملعب. فدي هي اللي بيبقى عنده حريه لو ما اتضغطش عليه ان هو يلعبها مظبوطه. وبيعملوا حاجه غريبه جدا، ان الطرفين بيزيدوا في نفس الوقت. يعني احنا عندنا بيقول ايه، الباك ليفت لما بيطلع التاني بيقف. لا هما الاثنين بيطلعوا عشان نص الملعب بيقفل يا كابتن، نص الملعب وبعدين هما كابتن عنده كمان السرعات بوكس تو بوكس بشكل كبير. يعني عنده السرعات يعمل من الخط للخط بشكل قوي. عنده نص ملعب كمان جامد جدا، يعني عنده ادريسا جايه وميندي وشيخ وكواتيه، لا لعيبه كويسه جدا. وهم دول اللي مسكوا السيطره في المباراه الاولى. فاعتقد ان هيقابلهم عندنا برضو المجموعه، مش هيبقى في تغيير في نص الملعب بالنسبه لمنتخب مصر. وجهه نظر يعني. التغيير اللي ممكن يبقى صلاح فيرود او يلعب لجول، لان خلي بالك لان صلاح جاب هدف المره الوحيده اللي اتلعبت له طوليه، ودي تكتيك بيعمله على طول. لو اتكررت اعتقد ان احنا بس يبقى في زياده من نص الملعب. هل ده ممكن ياخدنا ان صلاح يبقى راس حربه بكره؟ وارد جدا. يعني منتخب مصر يديك كذا طريقه ويديك حلول كتير جدا. وارد جدا انه يبتدي زي ما نهى ان مرموش هو اللي يبقى راس حربه وصلاح يمين وتريزيجيه شمال، وارده جدا. وتخلي مصطفى محمد معاك كبديل، علشان وهنا بس مش هتلعب كرات طوليه عشان السرعه والقوه والضغط اللي بيتكلم عليه كابتن اسماعيل. في حل تاني ان صلاح هو اللي يبقى راس حربه، بس الحل ده انا ما اظنش ان هو هيبقى قريب من دماغ الراجل، لان الراجل دايما معودنا بيحب على التثبيت، ما بيحبش يغير كتير. في حل تاني مهم برضو وحلو، زيزو يمين وتريزيجيه شمال، ومحمد صلاح هو اللي يبقى راس حرب، واحتفظ بمرموش وبمصطفى محمد. وارد، لكن برضو في حلول كتير جدا على الاطراف. مثلا عمر جابر، اذا انت هتفكر في علي جابر فيبقى عمر جابر وعلي جابر الاثنين بيلعبوا في بيراميدز، والاثنين لسه كانوا بيلعبوا في افريقيا، والاثنين عندهم تجانس. مش هتفكر في دي، يبقى ثنائيه ياسر ابراهيم ومحمد، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ثنائيه في النادي الاهلي لاعبين فيها كتير، حافظين بعض، وراهم الشناوي، فالمثلث ده لعبوا مع بعض كتير، يعرفوا يغطوا على بعض، في تجانس بينهم. هنروح لفكره ان ساديو ماني، انت لو حبيت تختار رجل المباراه
من وجهه نظر انا الشخصيه هتبقى بين محمد صلاح وساديو ماني بصراحه. ساديو ماني كان هايل بصراحه. انا هل ممكن مستر كيروش يفكر في لعيب اكثر قوه من عمر جابر؟ عمر ادى بشكل كويس جدا وهايل وحتى على المستوى الهجومي، لكن شويه ساديو ماني كان متفوق في القوه. هل بكره مع الضغط العالي ساليو سيس هيزيد، وزي ما كابتن اسماعيل قال حتى ابو نصار الناحيه الثانيه مع اسماعيل صار بيزيدوا وهيبقى فيه ضغط جماهيري، هل محتاج في المكان ده حد اقوى بدنيا؟ كل دي صراعات جوه دماغ الراجل. الراجل طبعا حاسم اموره، لكن في الجزء الامامي انا اظن حاجه من اتنين: مصطفى محمد، محمد صلاح، مرموش، دي تريزيجيه، دي زي ما لعب بالظبط الماتش اللي فات، او مرموش هو اللي راس حربه ومحمد صلاح يمين وتريزيجيه شمال. استاذ حسن، بعض الناس شايفين ان فنيا مصطفى محمد بكره في بدايه المباراه وجوده مهم. بص احنا بس عشان نتكلم في الحكايه دي، لان الراجل بيعمل اختيارات الحقيقه بتفاجئنا جدا. يعني هو اختار عمر جابر ليه؟ ليه؟ عشان الجيم هجومي هنا، عشان الفوتورك عنده اسرع شويه من عمر عبد الواحد. بالظبط كده، هو عايز يهاجم فعايز لعيب. احنا عندنا 3 4 لعيبه متفوق يقدر يتفوق على اللاعب السنغالي القوي والطويل بالخفه والرشاقه والمرونه. صح. صلاح طبعا، مرموش، فتوح، عمر جابر. الباقي يعني الفوت ورك بتاعه مش زي الاربعه اللي انا بقول لك عليهم دول، عشان كده اختار عمر جابر. طب هل في الماتش اللي جاي هيختار امام عاشور عشان يعمل رقابه جامده وعنيفه لساديو ماني؟ بس عايز اقول لك حاجه استاذ، الثلاثه لا يريدوا جزء الجانب الدفاعي ولا، وده اللي شفناه، ولا 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 امام عاشور الثلاثه، ولا امام عاشور عبد الواحد وجابر وامام، ولا امام عاشور، لا امام في خصوصا في المركز ده. يعني ممكن يبقى سيمي مدافع في وسط الملعب، لكن باك رايت يبقى سته يعني. صعبه. عشان كده عمر كمال في الماتش ده انا برشح. دي نمره واحد. نمره اتنين، طب هو ليه اختار علي جبر؟ عشان الطول، واضحه بس عشان الطول. طب هل احنا محتاجين محمود علاء عشان يبني هجمات؟ هل احنا محتاجين ايمن اشرف او محمود علاء؟ ما هو ايمن اشرف رائع في بناء الهجمات، من الخط بتاعنا ال 18 يبتدي يبني هجمه، بيعمل كده في الاهلي باستمرار. بس هل احنا عندنا هذا الكم من عدد من مرات بناء الهجمات فنختار ايمن اشرف؟ اللي قريته مع الراجل ان عايز يطلع من تحت، وده اللي كان بيشتغل بيه الماتش اللي فات بما فيهم الشناوي. في كمان جايب رامي ربيعه كمان. انا اظن ان هو اظن يعني هيعمل حساب الكرات العاليه في الماتش ده والكرات العرضيه الطويله، عشان كده يمكن ده يعني. بص في ثلاث لعيبه، شوف بقى المنتخب احنا حافظين تشكيلته. في ثلاثة مفيش حد بيسأل عليهم. شناوي وصلاح وياسر ابراهيم. المراكز وفتوح وحمدي فتحي. لا مش عايز اتكلم في الوسط، الوسط تقريبا ثابت ما عدا واحد ممكن يتغير. ممكن يعمل مفاجأة في التشكيل بكرة يغير واحد من الثلاثة على حساب زيزو. زيزو او تريزيجيه على حساب النني مثلا. عشان يبقى عنده لمسة هجومية، بس دي هتبقى فيها مخاطرة شوية. لكن زيزو لا يدافع كويس. وزيزو خلي بالك انه عنده الخفة والرشاقة والسرعة اللي تخليه يفلت من اي لاعب قدامه عملاق يعني او قوي يعني. فالمسألة دي مهمة جدا. لكن احنا مش هنحتاج نبني كتير من الخط، ولو كنا فعلا رايحين السنغال نلعب في دكار او 30 كيلو يعني بعيد عن دكار عشان نبني هجمات كتيرة، ده تبقى حاجة حلوة قوي. طيب. بس لا اظن ان ده هو ده التكتيك اللي هيلعب بيه. انا قربت شويه من دماغ الراجل وسالت كتير. يعني دماغ الراجل يا كابتن اسماعيل، يعني لكلام الكابتن حسن ان انت هتعتمد على الكرات العاليه، الراجل مؤمن ان انت ما تقدرش. انا اسف، مش احنا اللي هنعتمد، مش احنا اللي هنعتمد على الكرات العاليه يا فندم، مش احنا اللي هنعتمد. انت عارف قلت ما تقدرش هناك تبتدي من تحت، لازم تعتمد على. لا 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 لا، انت عامل حساب الكرات العاليه. الكرات العاليه اللي علينا، اللي علينا مش اللي لينا يعني. طبعا. تمام. اصل انا ما يعني ما كلمت مع الجهاز الفني. دماغ الراجل ان انت كل بالبلدي كده، اما بتقصر الملعب او بتطفش الكره او بتشيل، بتدي السكند بول على طول للمنتخب المنافس، وده اللي شفناه هنا. يعني هنا المنتخب كان بيجيد ان بيمسك كوره
بيعرف يطلع. عمرك ما هتطلع مع فرقه زي السنغال وانت بتطلع الكوره او بتشتت الكوره، السكند بول دايما مش بتاعتك. ما هو هيقسم الماتش، يعني الماتش متقسم، لان في فرق السنغال انا متوقع ان اول ربع ساعه تضغط من قدام من ال 18، فانت هتضطر ان انت تلعب ايه؟ عالي، مش هتقدر تبني من في اول ربع ساعه لان هيبقى مضغوط عليك. وعنده مندي وكواتيه، وخصوصا مندي هو اللي بيصنع لهم كل وبياخد كل الكور الثانيه معظمها. فهو لازم هيبقى متقسمه بالنسبه له. طب لما العب لونج، اللونج هيبقى على مين؟ على صلاح ولا على مصطفى محمد؟ ما هو ده الجيم، هو في دماغه 90 دقيقه عمال يلف، هيدير ال 90 دقيقه دول ازاي؟ لان هو التكتيك هيبقى مختلف، التكتيك داخل المباراه بكره بالنسبه له هيبقى مختلف، واللعيبه عارفه ان هي ممكن تلعب بطريقه او ربع ساعه وطريقه تانية تاني ربع ساعه، مقسم الشغل. وهو اللعب زي ما قال الاستاذ حسن يبقى في 30 متر من عند نص الملعب، لان هم هيلعبوا اللونج على الاطراف وهم مميزين جدا. وفي مشكله ان ماني بيبقى في المثلث اللي ما بين حمدي فتحي وعمر جابر والسردباك اللي هو ياسر، دايما هو بيهرب في المثلث اللي بينهم، ما بيطلعش طرف كتير الا في اوقات معينه. الناحيه الثانيه اسماعيل صار دريبلر وبياخد، ما فيش مشكله واحد مع واحد فتوح ممكن يقابله، انما واحنا بنشتغل لازم هيبقى في حد في وقت من الاوقات هتبني من تحت. طب الشغل كله هيبقى على صلاح. يعني المباراه اللي فاتت اول كوره طوليه زاد فيها السوليه بعد 4 دقائق جه جول. طب تخيل انت السوليه او زيزو مثلا لو في فتره من فترات لعب، هو مش هيبدا بيه لكن لازم ممكن يكون ليه دور، لو الكره دي اتكررت كتير او السوليه راح في المنطقه دي كتير هيبقى عندك كثافه ان انت تقدر تشتغل. انا بتكلم على دي، يعني اول كوره بعد 4 دقائق طوليه لقدام، ودي اللي حصل تقريبا في الماتش كله. لو اتكررت الكوره دي يا سيف 3-4 مرات، القطعه بتاعت محمد صلاح اللي داخله لجوه وهو ضرب فيها ساليو سيس وكمل معاه لغايه الاخر، كوره جون 100%، دي السوليه لازم نشوفها كتير بكره مع تامين حمدي فتحي والنني، تامين كامل، خصوصا ان عندك عمر جابر وابو الفتوح كانوا في المباراه اللي فاتت الواجبات الهجوميه قليله شويه، كان بيدافع، فدايما عندك 6 تحت الكوره، لازم يبقى الرابع اللي هو الثمانيه الثاني السوليه او اي حد بيلعب في الثمانيه لازم يبقى تحت الثلاثه عشان يبقى تقدر تجيب جول. ازاي يا كابتن ممكن يلعب كيروش ومحمد صلاح راس حربه؟ مين يشغله؟ ما هي الفكره بتبقى استراتيجيه كامله. هل انت هتطلع بالكوره من تحت لفوق، يعني بتعمل هجمه منظمه؟ دي ممكن يبقى ليها عناصر، موافق ان ممكن يبقى محمد صلاح كراس حربه، ما فيش مشكله. هل انت هتطلع بكره طوليه زي ما احنا بنتكلم؟ يبقى انت هنا محتاج مصطفى محمد. ونيجي للسيناريو الاولاني، يعني بص عندك الشباب خليهم مثلا يجيبوا لنا الدقيقه 26، الدقيقه 26 دي نموذج للي احنا كلنا بنتكلم عليه، لهجمه منظمه تعرف تضرب بيها كل فريق السنغال، تطلع بيها من تحت لفوق بالراحه، من التلت الدفاعي للتلت الاوسط للتلت الهجومي. وعمل الجمله عمر جابر وحطها، هي دي تقريبا دي الدقيقه كام؟ 26. لا ده احنا لو جبناها من الاول خالص، هي دي، بس لو جبناها من الاول خالص عمر لو حطها على بره دي، ايوه برافو. لا لو عرفنا نجيبها من الاول خالص بص بقى عد بقى، ادي واحد، بص اتنين، انت ايه هادي جدا، بص النني اللي نزل هناك، 3-4، بص 5، رجعت تاني الونش للشناوي، بص تاني في هدوء شديد، هنا شال واحدة، النني هناك هياخدها. خد بالك الجملة دي فيها أكتر من حوالي 18-19 نقلة. بص بتبني، بدأ عمر جابر يطير وبدأ صلاح يشاور له ولعبها له، اقف بقى هنا، اقف هنا، بص التحرك السولية اخد خطوه ورا نزل. لو دي اتعملت على بره، لا ده في صلاح وفي 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 السوليه وفي فرقه مصطفى محمد يا جماعه اتفضل. انا اسف يا وليد، انا بس عشان بمناسبه اللعبه دي والبدايه، معلش يا استاذ حسن كنت يعني احنا كنا بنحلم مع بعض. لا اسفين قلقنا نوم. احنا يعني احنا بنتكلم على لعبه او على مواقف
مدتها دقيقه او دقيقتين وبعدين في موقف تاني مدته دقيقتين. احنا لو نقدر، والراجل نفسه قال كده امبارح، قال احنا يا ريت، هو نفسه كيراش قال يا ريت نمتلك كوره شويه. احنا لو امتلكنا الكوره، ده كلام المدرب بتاعنا صح، لو امتلكنا الكوره هنعمل سحر. طبعا النهارده، طبعا النهارده طبعا هتعمل سحر. الفكره انك عشان تعمل اللي شفناه دلوقتي اللي جابه وليد، انت عايز لياقه بدنيه هائله قدام فريق لياقته البدنيه هائله. الناس فاهمه ان الباسنج جيم ده حاجه سهله، لا، انت عشان الفرقه بتاعتك تعمل 19 نقله او 20 نقله يبقى كله بيتحرك. طب هيتعمل ده 10 مرات في الماتش، 20 مره، ولا مره ولا اتنين؟ بس عشان يعني ايه، انا يعني ده زي الفيديو بتاع لعيب هنشتريه اللي بيتباع للانديه كلها. تجيب لي لعيب بيلعب بقاله 15 سنه، فتجيب له دقيقه فيها احلى 15 لعبه في حياته في 15 سنه. لا، احنا عشان نتكلم صح على منتخب مصر وعلى ماتش السنغال، انا بقول احنا لو قدرنا زي ما قال الراجل النهارده، لو قدرنا نعمل اللي شفناه دلوقتي ده 4-5 مرات مش 10، احنا هنكسب بكره. احنا مش محتاجين غير كده، هنكسب بكره. بس المهم نقدر نعمل اللي احنا عملناه ده، ان احنا نحرم الفريق السنغالي من انه يشوف الكوره. انت لو عملت ده، طب سيبك من الضغط، يعني سيبك من هو لما يمتلك الكوره تضغط عليه ما تخلوش يكمل الهجمه من بدري. لا، انت يا ريت تقدر تعمل ده بقى، حيره بالكوره، حيره وخليه مش قادر ياخدها منك. لو عملت ده فعلا 4-5 مرات احنا هنكسب. تقدر تعمل ده وسط جمهوره على ارضه؟ اه طبعا. لو زاد السوليه، كل هجمات مصر الخطره هتلاقي السوليه جوه ال 18، فالهدف هو اللي عامله. كابتن، لعيبه المنتخب دلوقتي واحنا بنتكلم بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في المباراه هيديروها ازاي وحالتهم يوم الماتش. يعني هم اهم حاجه دلوقتي ان ال 90 دقيقه دول بيمروا من اول السلام الوطني لغايه نهايه المباراه هم بيحلموا بيها النهارده. يعني هنعمل ايه؟ طب والثنائيات اللي هيلعبوا، هم عارفين طبعا مين اللي هيلعب ومين اللي هيبدا من النهارده. فالثنائيات هنتكلم مع بعض في ايه؟ يعني ثنائيات عمر جابر مع صلاح، سوليه وصلاح، دي مهمه جدا. ممكن تريزيجيه مع فتوح، يعني لازم يبقى في كلام ان انا هدير الماتش ازاي، ولو جبنا جون بدري ايه اللي هيحصل، ولو لا قدر الله حصل فينا حاجه ما ننهارش، لا نقف، هنقفل ازاي المسافه بتاعت اللعب ال 30 متر هنشتغل فيهم ازاي. في كلام بيدور بين كل واحد ونفسه وبين زمايله اللي حواليه. دي نقطه، ده بنتكلم على طول، يعني في اي معسكرات دايما على طول بنتكلم هنعمل ايه، ماتش مهم، وفي ثقه، يعني في ثقه المدير الفني بتاعهم وجمهورهم وكل مصر، في ثقه عمياء في قدرات منتخب مصر ان هي هيتاهلوا ان شاء الله كاس عالم بكره ان شاء الله. انما الحاله يوم الماتش والتركيز لازم يكون 100%، لان انت بتلعب فرقه كبيره مع جمهور، والجمهور ده ممكن يبقى لينا بعد ربع ساعه بامتلاك الكره، بالاستحواذ، بالشغل، نقدر نحرز. انا متوقع ان شاء الله ان احنا باذن الله نحرز اهداف، يعني بالرغم من قوه الفريق والجمهور والناس كلها عارفه السنغال هتعمل ماتش جامد بكره، لكن احنا نعمل ماتش جامد وهنحرز اهداف. كان نفسك تروح تتفرج على الماتش هناك؟ طبعا طبعا. الطياره، طب احنا جاهزين، الطياره طالعه الساعه كام دلوقتي؟ الطياره طالعه الساعه 3. انا في ناس اصحابي كتير، انت عارف ان في 5 كسبوا معانا رايحين. والله في قدامنا دلوقتي باركود على الشاشه. احنا في كانوا المسابقه الاولى، الماتش الاول في 5 كسبوا معانا وجبناهم هنا على التليفون. النهارده في باركود على الشاشه، اعمل له سكاننج وتوقع نتيجه المباراه، وبكره ان شاء الله باذن الله هنعلن الفائزين، وهناك برضو يعني جوائز. طلعوهم قطر بقى ان شاء الله. يطلعوا قطر بقى ان شاء الله، يطلعوا كاس العالم ان شاء الله. الخمسه دول هيحضروا 5 مباريات لفرقهم في الدوري. ماشي، حلو. كل واحد هيحضر 5 ماتشات لفرقته، يطلع زملكاوي مع الزمالك، يطلع اتحاداوي، يطلع اهلاوي، يطلع اسماعيلاوي، محلاوي،
أي حاجة. أنتم مسيطرين؟ مصراوي إيه؟ أنتم مسيطرين؟ لا يا كابتن ده يعني ده الشركة المتحدة يا كابتن يعني الحقيقة ما كلمت الناس اللي كسبوا فكلمت راجل ألف مبروك أنت كسبت مين معايا؟ قلت له ده سيف زاهر إحنا مش عايزين نظام مش عايزين نظام سأل على الهوا قلت له طب أنت افتح التلفزيون فتح التلفزيون شاورت له قال لي طب أمان كده ابتدى يكمل معايا الحديث ربنا يكرمهم ان شاء الله وبنبارك للناس اللي سافرت وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للناس اللي تكسب معانا بكره اعمل سكاننج دلوقتي للباركود اللي على الشاشه وتوقع بكره نتيجه المباراه اياك تتوقع حاجه غير فوز مصر ان شاء الله هتكسب ومصر هتكسب ان شاء الله نطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نرجع بقى ونتكلم شوية عن المفاجآت هل يا أستاذ حسن عالم الكرة القدم دلوقتي فيه مفاجآت ولا خلصت؟ لا ما بتخلصش طبعا ما بتخلص عارف لو المفاجآت خلصت الكرة تموت بس دايما يقولوا يعني في فرق ما عندهاش مفاجآت وفرق كبيرة جدا يعني الفرق الكبيرة في العالم بتكسب كله على طول يعني بتكسب وما عندهاش مفاجآت عارف حضرتك ان التشكيل ده وعارف طريقة اللعب دي وعارف طريقة لعبهم وحافظ القصة طيب. ومع هذا محدش بيقدر برضو يوقفه طيب يعني اكبر فرق في انجلترا انا بتكلم على الدوري الانجليزي كتير لانه اقوى دوري يعني ليفربول ومانشستر سيتي ما فيش زيهم يعني في كل ماتش اقول لك حاجه يعني 60% من ماتشاتهم مش هقول 70 ولا 80 60% بيبقى هو هيكسب بس بيعاني وبالضغط الفكره المفاجاه في الصراع في الدوري الانجليزي وعشان كده الدوري الانجليزي هو رقم واحد في العالم صح. ما فيش زيه يعني بينما في اسبانيا هم ريال مدريد وبرشلونه 90% انت عارف انه الماتش منتهي والصراع نفسه ما فيش فيه مفاجآت ففكره ان الكوره مش بالنتيجه بس يبقى فيها مفاجاه يعني صح الجهد اللي ده انت بتنهج وانت بتتفرج على ليفربول بيلعب مع الفريق رقم 18 او 19 في البريمير ليج صح وده حلاوه ده جزء من المفاجاه ان الصراع هناك ما يعني ما انتش قادر تقول ايه وان سايد جيم ما فيش حاجه اسمها كده فالمفاجات في الكوره موجوده كمان المفاجات متعتها بقى ان يعني انت تبقى كسبان 3 وبعدين تتغلب 4-3 وده بيحصل يعني في مفاجات في ماتشات كبيره وماتشات كتيره انك انت لاخر ثانيه انا بستغرب الحقيقه يعني ازاي الماتشات فرق كبيره ازاي بيسجلوا وبهدوء شوف الاحتراف بقى تبقى مغلوب 3-2 وفاضل دقيقتين على نهايه المباراه وبيلعب جيم باسنج جيم يلعب تمريرات وبيبني بمنتهى الهدوء احنا بقى نعمل ايه الطويل عشان هو عارف ان دي السكه الوحيده للوصول للمرمى لا هو عارف انت كده. عشان لا انت ايوه يعني انت في الدقيقه 90 انت هنا في الدقيقه 90 في الدوري بتاعنا بتبقى تعبت قوي فاسهل واسرع طريقه تطلع بيها قدام ترميها لكن هم هناك بيبقى الدقيقه 90 لسه فريش فبالفرقه كلها بتتحرك تعمل في المساحات وتروح بالكوره لغايه يعني قناعه حضرتك ان الكوره ما زالت هناك فيها مفاجآت طبعا ولا ماتت كيروش واليوسيسي بكره يفاجئوا بعض ممكن في عنصر صعب برضه انك تقابل فرقه في شهر ونص 3 مرات ممكن يبقى في عنصر او في تكتيك لعب يعني لكن مش في 3-4 مثلا احنا مجبرين ان احنا يبقى فيه 2 لعيبه سردباكات زي ياسر ومثلا واي حد هيلعب تاني هيبقى موجود انما مش هيبقى فيه مفاجآت كثيره يعني ممكن لو عمر جابر ما لعبش تبقى مفاجاه بالنسبه لنا لا يا عمر كمال ممكن والله مع كيروش لو اي لاعب ما لعبش ولاعب لعب مش مفاجاه هي يعني الناس استقبلت خبر ان عمر جابر لعب عادي والولد ادى بشكل كويس هي كانت مفاجاه ياسر ابراهيم نزل بديل ادى بشكل طب كويس جدا انا عندي سؤال بقى انتوا الثلاثه اتفضل هو لما يبقى واخد محمود علاء في القائمه الاولى يلعب محمود بس شفت حركة الإجابة عاملة إزاي؟ صاروخ أنت لا قبل بص حضرتك قبل السؤال يا أستاذ حسن ما أنت كنت قاعد مع كيروش النهاردة ولا امبارح لا يا أستاذ حسن يعني قبل السؤال على طول لأن ده والله العظيم مش ده المنطق؟ السؤال عايز أسأله نفسي
أو أيمن بس هل هل هو فندم أو أيمن أو أيمن لا 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 برافو عليك لا هو أستاذ حسن قصده إيه؟ قصده أنا مختار اثنين أنا مختار اثنين هما الأفضل ممكن عندي مشكلة فبجيب من بره لدكة البدلاء لكن اجيب من بره يلعب الاساسي يلعب تبقى مفاجاه وعشان هي دي المفاجاه عشان كده تبقى مفاجاه عشان كده عشان كده انا ظنيت ان ايمن اشرف لا او محمود لا علي جبر علي جبر مع ياسر عشان الاطوال بتاعه لعبه السنغال وعشان الكره طب هو سؤال يا استاذ حسن وعشان مش محتاجين مش محتاجين بناء هجمات كتير من ورا اللي هو بيعمله ايمن كويس جدا معنى كلام معنى كلام حضرتك ان ممكن المباراه الاولى تكون غيرت وجهه نظر الراجل لا مش هتغير وجهه نظره في 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 ثوابت عنده يعني هو غصب عنه كابتن لعيبه السنغال ما طولتش يعني هم نفس اللعيبه فلازم الراجل عشان يختار كده يحس ان هو في المباراه الاولى كان في مشكله محتاج لها حاجه مختلفه لو هو جايب اللعيبه دي تلعب مش اعتقد بدلاء ولا بقت نظريه الحقيقه ما فيش حاجه اسمها دكه بدلاء أيوة يعني انا جايب لعيب ممكن في دقيقه يبقى في الملعب بس اللوجيك بيقول ايه ان انا طلع مني اتنين واحد ايقاف واحد اصابه فجبت اتنين بدلهم اللي هو رامي ربيعه وعلي جبر دي ما فيهاش مشكله عشان اقفل القايمه لكن صح. الطبيعي ان الناس اللي خدت معايا شغل بالزبط. في المعسكر اللي هو محمود علاء او ايمن اشرف هو اللي يبقى اقرب هي الفكره بس المفاجاه انا بالنسبه لي ان ممكن فرقه من الاثنين يكسب بسكور دي تبقى مفاجاه لسيناريو المباراه انت ممكن اول ما تنزل ربنا يكرمنا بهدف هيبقى على فريق السنغال انه يحرز 3 اهداف الكلام ده علشان هو يعمله قدام 50,000 لازم متفرق يفتح المباراه هيفتح جامد جدا الفتحه دي ممكن تخليك تجيب جون تاني وتالت انا بس اتمنى من لعيبه مصر ان هم ما يخافوش اهم حاجه انا وارد وموافقك ان انت تخف الاول شويه على الهدف اللي معاك ماشي لا قدر الله لو جه فينا جون اوعى بقى تخاف وتقول ايه لا خلاص ماشي انا اتغلبت 1-0 خليني افضل كده لغايه لما العب ضربات جزاء واضيع الوقت لا عارف يا كابتن انا عندي حلم وطموح مختلف انا عندي حلم ان لعيبه المنتخب تحافظ على الهدف وتستغل القصه دي في انها تحرز هدف في التوقيت ده سيف معلش يعني في التوقيت ده يبقى ليه افضليه سيف منتخب السنغال لعب ضدك 210 دقيقه جاب كام جون ولا جون ولا جون يعني احنا برضو ايه بنحترمه وبنقدره لكن مفيش خوف يعني احنا فرقه برضو لا كبيره لا احنا بنحط توقعات واحنا توقعاتنا ان احنا ممكن نحرز اهداف صح يعني سهل يا كابتن السيناريوهات انت طبعا مدير فني كبير وعارف السيناريوهات بتتغير على حسب النتيجه يعني انت تخيل لو ضربه الجزاء اللي في الدقيقه 3 اللي ساديو ماني ضيعها وابو جبل صدها جت وانت تتخيل يا وليد انت هيبقى السيناريو تتخيل ان احنا نجيب جون بعد 4 دقائق ويبقى السير بس كلنا يعني هنا ممكن يعني بعد الجون ده ممكن نجيب جون واثنين وثلاث وعلشان كده احنا هنا اتفقنا حتى في الاستوديو الحمد لله مع كابتن شوبير كلنا الكباتن الدكتور طه اسماعيل وكابتن فاروق جعفر وكابتن احمد حسن اتفقنا ان لازم اول نص ساعه ضغط عالي جدا علشان تستغل رهبة الجمهور والأرض والملعب والضغط على الحكم وإن أنت تحاول تسجل بدري وده اللي حصل الحمد لله إن إحنا ضغطنا قدرنا نحرز هدف الهدف ده غير سيناريو المباراة تماما أنا على فكرة ألي سوسي عمل حاجة وفيها برضو يعني مش عن جهية شوية فيها يعني تهور شوية إنه أول ما إحنا أحرزنا الهدف راح ضاغط بطول الملعب من فوق خالص فدي خطر جدا عشان كده إحنا جبنا الدقيقة 26 وفي كمان كذا هجمة لمنتخب مصر لو قدر منتخب مصر يسجل وبقت 2-0 انت هتستفزهم وده اللي انا اتمناه هناك يا رب ربنا يكرمنا بواحدة في اول ربع ساعة كده تبص تلاقي الجيم فتح والدنيا بقت حلوة يعني قول يا رب يا رب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا وكلنا بنقول يا رب ان شاء الله خلينا نرحب بواحد من نجوم العالم واحد من نجوم المنتخب البرازيلي بالتاكيد كافو فيرستلي ويلكم اون تايم سبورتس شانل اند اي وود لايك تو نو يور اوبينيون اباوت ذا اورجانيزيشن هير ان قطر بون اورجانيزاسيون تا muito boa nós vimos já هتكون مباراه صعبه السنغال ومصر عارفين انها مش هتكون مباراه سهله وعارفين ان فريق كبير هيضطر يكون بره البطوله لكن
احنا متوقعين مباراة كبير. صلاح من فترة بينال اعجاب الناس كتير وفرق كتير من فترة كبيرة، واتمنى ان هو منتخب يقدر يوصل لابعد انجازات ممكن. اتوقع ان الجماهير المصرية هتقف مع منتخبها وتسنده باكبر قدر ممكن. التنظيم جيد جدا، الاستادات كلها جاهزة، قطر جهزت كتير للتحقيق وتنفيذ كاس العالم هنا، كل المنتخبات وكل الفرق اللي هتيجي هنا وكل الناس اللي هتيجي هنا هيشوفوا بلد جاهزة تماما ومستعدة منافسة في كأس العالم. سيناريوهات المباراة، أستاذ حسن في بداية الحديث أو بداية الحلقة قال إن مصر بتمتلك أكتر من فرصة، سواء فرصة المكسب بهدف 2-1، التعادل 0-0، التعادل 1-1. كيروش هيفكر في كل السيناريوهات دي ولا هيفكر في إيه؟ كل الاحتمالات عنده يعني، بس إزاي يحقق أحسن احتمال يناسبه بأسرع طريقة؟ مش ممكن يقسم المباراة يعني لأجزاء وأول جزء يقول انا هاخد ريسك في جون؟ ما هو عمل كده في الماتش اللي هنا. انت امتلكت الكوره وعملت جمل وعملت شكل هجومي وقعدت تعمل ده على السنغال، مفاجاه جبت هدف طبعا بدري، ما كنتش يعني بتحرك لصلاح وكره سوليه كل التفاصيل التكتيكيه اللي معروفه يعني. المهم يعني ان احنا كنا نتمنى بعد الهدف اللي جه في الدقيقه الرابعه تواصل ضغطك بشراسة وبقوة عشان تعززه بهدف تاني تستريح شوية، أو المقابلة للضغط الجارف التسونامي السنغالي اللي حصل لك يبقى من قدام شوية. لا من قدام يعني. حضرتك تتوقع هجوم من المنتخب المصري في أول ربع ساعة؟ لا أنا متوقع أنه هيحاول ما يطفش الكرة بقى، يمسك الكرة. كابتن إسماعيل تتوقع اول ربع ساعه ازاي؟ هجوم من السنغال ودفاع نص ملعب من منتخب مصر واستحواذ على الكره بالنسبه لنا، الكره الثانيه بالذات هتبقى هي مربط الفرس ان احنا نقدر نجيب هدف في وسط هجوم ده. يسمح لنا ان احنا نشتغل في دفاعات منتخب السنغال لان هتبقى عنده مساحات مع سرعات محمد صلاح بالذات وتريزيجيه. مليون في الميه. بس انا عندي يعني سيناريو مختلف شويه. انا يعني نفسي اتمنى مستر كيروش يضغط من الاول 5 دقايق بس. انا مش عايز ادي احساس لفريق السنغال ان الفرقه اول ما هتسنتر السنتره يا اما هتبقى معانا يا اما معاهم. لو معانا انا متاكد انها زي التكتيك اللي بتعمل هترجع تتحط لمصطفى محمد على الطرف ونلعب هناك. لكن لو هي معاهم هيبتدي هو يضغط عليك بنفس الطريقه. انا مش عايز احسس فريق السنغال ان انا برد في نص ملعبي من اول لحظه، فيبقى هم مستريحين قوي كوليبالي وبابي وسيس وبونا صار ان انا ايه هنقل واروح لغايه نص الملعب عشان العب كره طوليه. عايز اول بس 5 دقايق ضغط من فوق بحيث ان انت يبقى هم برضو عندهم يعني خوف ان يدخل فيهم جول. خد بالك قال يوسيسي قال في المؤتمر انا العدو الاول بتاعي في مباراه مصر الوقت. هو هيبقى خايف جدا ان الوقت يضيع عليه. تضيع الوقت ازاي؟ يا اما بالنقل الكتير، يا اما تبطئ رتم المباراه، ما تروحش للرتم بتاعهم، روح انت للرتم، اصنع انت رتم خاص بيك ودي احنا نقدر نعملها، او ان انا اخطف هدف بدري هبقى لخبطت له كل حساباته. يا رب ان شاء الله باذن الله نخطف هدف بدري. مين اللي هيخطف ومين التشكيل وايه الطريقه بعد الفاصل. نرجع بقى دلوقتي ونتكلم على طريقة اللعب، ازاي كيروش بكرة ممكن يلعب قدام اليو سي سي. كل الناس اي حد تسأله يقول لك اول ربع ساعة هجوم ضاري من اليو سي سي. كيروش هيفكر في المساء دي ازاي؟ وهيلعب بنفس السيستم 4-3-3-86 ولا ممكن يغير؟ بص انت لو يعني شفت انطباعات الناس والناس اللي بتتكلم في الفرقة والمنتخب هتلاقي 4-3-3 ده يعني اكيد انا بقول انه هيفضل عليها 4-3-2-1 او 4-2-3-1 اللي هي يعني فيها 2 في وسط الملعب بس. في ناس اتكلمت على 3-4-3، هو هيلعب 4-3-3 مش هغير. وعلى فكره برضو انا مقتنع جدا ان الطريقه
مجرد ارقام بتبتدي بيها، لكن انت بتدي تجربات واجبات وتكليفات للعيبة. يعني صلاح مش هيبقى راس حرب، انما صلاح في بعض الاحيان هيكون راس حرب زي ما حصل في المباراة اللي فاتت في بعض الاحيان، لكن هو قاعد دايما في الجناح، لان صلاح بمهاراته العالية جدا بيقدر يعني يتصرف في المساحة دي، حتى لو هو طريقة لعبه معروفة وبيدخل كل حاجة معروفة، انما بيقدر بالمهارة العالية اللي عنده ان هو يهرب من صح. من بالطريقة دي. انا متفق هنا يعني احيانا برضو مع الاستاذ حسن طب اسماعيل على ان الطريقة بارقام على ورق طبعا. ولكن في تركة انا شفتها، عمر جابر هو من اكتر الشخصيات اللي شغلت صلاح، سواء ان هو يستلم من ظهره من الطرف، سواء ان هو ياخد المدافع معاه ويخش مع الجول. عارف ليه؟ متأمن بالنني. صح. احنا لعبنا بثلاثة فلات. ما هو هو ده سؤالي. صح. انا رايح لده. انا رايح لده عشان اوصل اقول لحضرتك، هل ممكن عشان يشغل صلاح يأمن الثلاثة فلات زي ما لعب الثلاثة فلات؟ مش في معظم فترات المباراة، في بعض فترات المباراة، لان انت محتاج السلية يبقى 8 واوقات 10 عشان يكمل ورا الفراودة ويبقى لينا شكل هجومي كويس. لكن الثلاثة متأمنين كويس، عشان كده عمر جابر ظهر بمستوى كويس في المباراة اللي فاتت، بالرغم ان ساديو ماني كان كويس برضه. يعني تخيل انت لو النني ما كانش واقف يا كابتن وليد في الجزئية دي، كانت هتبقى فيه مشكلة. هيبدأ ازاي؟ ده اللي احنا متوقعينه، ان منتخب السنغال هيبدأ ضاغط من الاول، هيبقى قدام الدايرة 30 متر مسافات قريبة، وال 18 ده المفروض فرقة منتخب السنغال ما تشوفوش الا في الكور الطولية والكور الثابتة. ودي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها برضو يا سيف، مهمة جدا، لان شفت نقص في الفترة اللي فاتت في الحاجات الثوابت بتاعتنا في الكور الثابتة اللي علينا. الكور الثابتة اللي علينا لازم يبقى فيه ناس ماسكة، احنا بنعمل زون كله، فكانت في مشاكل في بعض الناس ان حد بيسرح حد، لا لازم يبقى في كل واحد مان وفي ثلاثه هم بيلعبوا على الكوره او ثلاثه زون في المنطقه، عشان تحد من الكرات الثابته اللي هم مميزين وعندهم اطوال كبيره جدا فيها. لكن احنا هنلعب في 30 متر قدام الدايره فتره وهنهاجم، وهيبقى في لينا تواجد هجومي، بس هيبقى حمدي فتحي النني السوليه مش في معظم الوقت هيبقوا التلاتة على نص الملعب، علشان يبقى اكننا بنلعب بخمسة نص الملعب. طيب الجزء ده كمان يا كابتن وليد، ان عمر شغل صلاح وازاي بيلف من ورا المدافع وازاي مرة يديله مرة يخش هو يقطع، شغل تريزيجيه بشكل كبير، ان فضل الحتة دي خلى عندك طرفين شغالين. صح. الفريقين بيلعبوا زي بعض 4-3-3، التلاتة اللي في وسط الملعب فلات، بس المهم مدى تنفيذك انت الكلام المدير الفني. بنعمل جملة من ناحية اليمين، يبقى اللي بيثبت النني والطرف كله بيروح عمر جابر مع محمد صلاح. طب في الحالة دي النني هيثبت بس؟ لا، النني وحمدي والسولية يخش جوه ال 18، فيبقى لما الجملة تتعمل من ناحية اليمين يبقى مصطفى محمد واخد القريبة، عمرو السولية واخد النص، تريزيجيه واخد البعيد. طب نفس الجملة دي اما تتعمل من ناحية الشمال، فتوح يروح مع تريزيجيه يثبت النني، يروح يزيد من الناحية التانية يثبت قصدي السولية، يروح يزيد النني، ويبقى مصطفى محمد على القريبة، النني في القلب، محمد صلاح على البعيد. هي فكرة. طب نفس ثالث نص الملعب الفلات مين اللي هيزيد؟ هو حمدي فتحي ما بيزيدش خالص ولا النني ما بيزيدش ولا النني، والنني برضو كده كده السولية هو اللي هيزيد سواء يمين او شمال. بس النني برضو ساعات ممكن في بعض المباريات كان بيزيد شوية وعملها يعني كذا مرة، بس هي الفكرة كاس الامم في كاس الامم مدى تنفيذك انت لكلام المدير الفني. وبرضو تاني الثنائيات مهمة قوي. احنا عندنا مثلا لو برضو الشباب يجيبوا لنا الدقيقة 52 او الدقيقة 56، انت ضاغط كويس قوي على ساديو ماني باتنين، مودي عمر جابر ومودي النني اللي هو بيريح صلاح في الناحية الدفاعية، لكن مهارة ساديو ماني اخترقت الاتنين، فهنا ده مش عايزينه يتكرر في السنغال لانه هيبقى خطر علينا جدا. طيب ده الحديث عن الطريقة أو على أسلوب اللعب، ونشوف بكرة برضو يعني الاثنين المديرين الفنيين هيفكروا في إيه. فاصل ورجع لكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني ونتكلم بقى بكره بتفاؤل شويه، وبكره ان شاء الله باذن الله خير. توقعات حضرتك بكره التشكيله يا استاذ شناوي؟ وجهه نظري، مش يعني الراجل اللي بيفكر بطريقه تانية ممكن يعني. عمر كمال طبعا، ياسر جنبيه، علي جبر طبعا، فتوح طبعا، السوليه وحمدي فتحي، وغالبا هيبقى النني. حط بين قوسين، دي وجهه نظرك اساسا ولا توقعاتك؟ لا وجهه نظر، توقعاتي دي لو انا رحت التمرين بين قوسين بعد النني حط زي ما كنا بنعمل زمان يعني واحنا بنكتب، ده الاحتياطي. الاحتياطي زيزو يعني، ده ممكن يبقى البديل. الرجاله كلها على الشاشه يا استاذ. معلش، ده ممكن يبقى زيزو هو البديل بتاع النني. تمام. طبعا قدام طبعا صلاح جناح مش راس حربه يعني. في الاول مصطفى محمد مهم في بدايه المباراه يعني، او الشوط الاول على الاقل مهم. ومرموش. كابتن اسماعيل، بختلف شويه مع استاذ حسن. انا شايف ان الشناوي، فتوح، محمود، علاء، ياسر، عمر جابر، النني، السوليه، حمدي فتحي زي ما هو، ومش هغير. ممكن تريزيجيه يبقى شوط تاني، مرموش يبدا، ومصطفى هيبدا، ومحمد صلاح هيبدا. الثلاثه مرموش، مصطفى، صلاح. شوف، ده اكبر دليل على ان الله يكون في عون الراجل. طبعا احنا الثلاثه هنختلف. أيوة طبعا. يعني يعني كل طبعا واحد. طبعا طبعا الله يكون في عونه. انا وجهه نظري الشناوي، عمر كمال، عبد الواحد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، فتوح، حمدي فتحي، النني، السوليه، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. مصطفى محمد، تريزيجيه. أيوة يعني انا ما طلع، ما غيرتش، طلع غيرت حد خالص. انت دخلت واحد بس، دخلت ايمن اشرف وعمر كمال مكان عمر جابر. بس نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وكلنا بكره ان شاء الله نقول يا رب شرفنا يا استاذ حسن. يا رب يا رب بجد يعني. بشكر حضرتك. الله يخليك يا سيدي. كابتن اسماعيل، ربنا يخليك يا سيدي. كابتن وليد، شرفتنا. شكرا كابتن. خلصنا حلقتنا النهارده، ما قدمناش حاجه غير ان احنا نقول يا رب بكره ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. اتكلمنا كتير، ولكن اكيد الكلمه الاولى والاخيره بكره للاعبين داخل مستطيل الاخضر. كلنا بنقول يا رب. اشوفكم بكره في الاستوديو الساعه 4 على الف خير.